اوكي كارمن انت اري، لانه هيدي هلا امنيه هي حلم انه اشوف مروان باحلى ايام عم بعيشها، وانه انا وياه يكون عنا البيت مع جنينه يلي بنحلم فيه، ونكون بعاد عن الناس ويلي بحبنا يجي لعنا. خيبه طلبت مره، ما كبرت لانه ما كان عندي وقت، من شخص طلبت منه شغله او رحت اعتبرته صديق، هو بمحل يعني خلص نقطة. طلبت منه شيء وندمت لأنه ما فهم يلي بدي إياه بطريقة صحيحة، وهذا الشيء ولد عندي خوف وقلق كتير كبير بحياتي وعدم ثقة لفترة سنة سنة وشوي. عملت هيك ضربة كتير كتير قوية وكتير وجعتني، ويوما ما رح روح قله أنت ومعك شخص تاني، إذا قلت مين ممكن ينعرف يعني. عملتولي خيبة كتير كبيرة، وجعتوني، جرحتوني، دمرتوني بطريقة مفكرين إنه أنتوا عم تعملوا شي منيح، بس هو كان شي سيء جدا. بس بأي معنى خيبة؟ بأي معنى عم تحكي؟ مهنيا؟ مهنيا طبعا. هذا لغز، فهمت أنت بديع أو هيك فهمت أكثر مني؟ فهمت على ما فهمت مين وشو القصة، بس بقدر تتخيل، بقدر أفهم شو هاي السيتويشن. هيدا سر هلا عم بقوله، نص سر هيدا. لأنه مش متعلق فيه. لو متعلق فيه كنت قل له كله، بس إنه ما لي حق. كل تاريخ المجتمعات في من الصراحة نسبة لا تتعدى 1%، وفي من الفانتازم المخبى تحت تاسع أرض ما يفوق 99%. لو عشناهم اتنيناتهم سوا لكان أكيد في سلام على الكرة الأرضية أكتر من هلأ. حلو، كتير حلو عن جد، كتير حلو. هي هلا طلعت معك بربك؟ سمعتني شو عم بسأله؟ مع حديثنا. بس سمعتني هلا طلعت معك؟ ايه مع حديثنا، وقت حكينا عن الصراحة. ايه ورجعت لما رحت لهونيك كنتوا عم تحكوا عن الزواج والحب. ايه سمعتنا، لأنه كنت عم بقول كنت عم بقول لك أنا بتعتبر المجتمع خبيث عايشين فيه. اليوم كنت عم بسأله ذات السؤال، وهيك بدي كمان أسألك إياه، ولأنه حكينا عن هالموضوع، بتعتبر إنه العلاقات والمجتمع، ما عم نحكي هون، عم نحكي كنا كمان عم نحكي عن الزواج، بتعتبر إنه هيك كلنا عايشين كذبة بمحل ما أو لا؟ إيه طبعاً كلنا عايشين مغلفين بشيء، ومثل كأنه راضخين لهذا الموضوع تحت أسامي متعددة من الأخلاق والقيم والشرف والعفة والما بعرف شو. كل هيدي عناوين مش مبنية على أساس علمي، يعني توصلت لتصير عناوين فارغة. مين قال إنه هيدي الأخلاق هيك؟ مين قال إنه القيم هيك؟ كذب؟ مين قال أخلاق يعني كذب؟ مين قال إنه نحنا نخبي ونجرب ننتبه؟ مين قال أصلاً إنه أنا إذا بدي روح على عرس لازم ألبس شيء حلو؟ طب هيدي كلها الشغلة بتغلف. يعني انا ابني بده يروح على عيد، عم له شو لابس هودي التياب؟ البص شيء بيوتيفول. قال لي واي شود بي بيوتيفول؟ هو سيد ذات ذس از بيوتيفول. معه حق. مين بيحط معايير الجمال؟ مين هيدي المعايير اللي ركبت علينا؟ حتى معايير الزواج، حتى معايير شكل العائله، حتى كل هودي المعايير. بس انت اليوم كمان مطبقون، ان اليوم انت مؤمن. انا عم ببني مؤسسه فيها خلق، تخلق ناس جداد بيتربوا. هيدي المؤسسة نحن عم نخلقها. بس انه بالشكل اللي هي موجودة فيه ولازم تكون موجودة فيه، لا ما بؤمن في هذا الموضوع. كيف بتأمن انا لازم تكون؟ لازم تكون شكل العائلة هي يعني بتخلق احساس بالاول، هذا اللي بيسموه حب. بعدين يتحول وبصير يجي بأوقات متباعدة، ببطل موجود كل الوقت، ولكن بتخلق نوع من الألفة والمحبة، وبتخلق نوع من المسؤولية بيخلي للواحد يربي ناس بيصير يحبهم معتمدين عليه، وهي هي العملية كلها. بس كل هيدي الرجل تاج المرأة والشرف والعفة والما بعرف شو،
هودي خلقوا من شان يخلونا مقموعين، خلقوا من شان يخلونا نخاف نظهر من هيدا الكادر اللي حطينا فيه. مش هيك شكل الحياة، هو شكل الحياة حطوا علاء ونين ليقمعونا ليمشونا مثل الغنم. يوم وقت تكون اذا منك بلبنان في واحد يجيب ولاد بلا ما يتجوز، اذا هو ما بده يوم يتجوز، في واحد يعني عندك خيارات اوسع. ما في بيو معروف يعني من يوم كمان نحن القوانين هون بتخليك تمشي وايام تعيش كذبه او تعيش شيء مش حقيقي، لانه ما في شيء بيلزمك بالخارج اليوم بهالخيارات اللي اليوم. ليش نص اللي بيقولوا بيحكوا عن الغرب يعني، بس ليش نص اللي احنا المجتمعاتنا العربية كل الرجال والنساء بيخونوا بعضهم، بس انه نحنا بضمن اطار عائلة برا بيكون عنده عشي او حبيبي وما بعرف شو، برا حب وحدة تانية بيقول سوري عم حب وحدة تانية، وهي نفس الشيء بيروح بكملوا حياته بعيشوا مرتاحين. بيقولوا هاي الصراحة يعني، هون كله مخبى وبالمخفي وبتخبي التليفون وبيحطوا ليه. راح اتصل لك يا ابي، راح اتصل لك يا ابي خبريه صغيره. في احد الشباب اصدقائنا اللي سافر لبرا، وبتعرفي بتفكيره انه مسافر لبرا على دوله منفتحه جدا، انه هونيك يعني انا بدي اقضيها كل يوم من بنت لبنت. صدم صدمه حياته، لانه اكتشف انه حبيبي مين قال لك انه هيك المجتمعات المنفتحه؟ البنت اذا ما بتحبك ما بتروح معك. بالعكس انه بالعكس نحن هون قد ما في كبت بيصير المجتمعات المنفتحه منا الاشياء هيك بهيدي السهوله أكيد. مثل ما انتم مفكرين وفلتان، لا مش فلتان ابدا، بالعكس في احساس انساني حقيقي. نحن لانه عايشين بكبته بقمع ببطل الاحساس حقيقي، ساعتها بيصير في شواذ لا يتحمل مسؤوليته الشخص لانه معطر هو ضمن هيدي المعمعة، ولكن تتحمل مسؤوليته السلطات اللي عم بتمشيه تحت هيدي العناوين الكبيره اللي حكينا عنها.